السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن فاكتور تاني من On Page Factors في SEO for Web Designers Course. تمام، الفاكتور اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة اللي هو الميتا تاج. طب الأول يعني ايه ميتا تاج؟ الميتا تاج أو اللي احنا هنتكلم عليه فعليا اللي هو الميتا ديسكريبشن تاج، هو HTML attribute بيبروفايد سيمبل اكسبريشن لمحتوى الصفحة، بيدي وصف عام كده عن الصفحة دي بتحتوي عن ايه. تمام، بتستخدمه السيرش انجنز ان هو يظهر في السيرب كسنيبت اوف تكست عن محتوى الصفحه. لما انت تخش على اي سيرش ريزلت بتلاقي فيه سيمبل تكست كده اهوت، ده عباره عن وصف بسيط كده اهوت للصفحه دي فيها ايه بالظبط. فده يعتبر الخلاصه بتاعت الصفحه ديت موجوده فين في الميتا ديسكريبشن تاج. تمام، ككود الميتا ديسكريبشن تاج بيتكتب بالشكل ده. داخل الهيد تاج بتكتب الميتا نيم، بتكتب النيم بتاع اللي هو ديسكريبشن، والمحتوى اللي هو كونتنت بتكتب المحتوى بتاعك. تمام، ان هو ده وصف الصفحه دهيت. تمام، نكمل ميتا ديسكريبشن سي بيست براكتس. اول حاجه لازم تراي باورفول ديسكريبشن، لان الميتا ديسكريبشن تاج بيمبروف السي تي ار اللي هو كليك ثرو ريت من السيرو بلاي سيرش انجن ريزلت بيج، وفي نفس الوقت من الادز، ان انت بتستخدم البريميتيف او برايمري كيوردز لهذه الصفحه بس. يعني تستخدم في الديسكريبشن، انت بتكتب الديسكريبشن لازم تستخدم البرايمري كيوردز داخل الصفحه دي مش داخل الويب سايت عموما، لان زي ما قلنا بتتعامل مع كل صفحه على حده. تمام، تاني حاجه الاوبتيمال لينث. الاوبتيمال لينث للميتا ديسكريبشن تاج هو 155 كاركتر. ينفع طبعا تضيف اي عدد من الكاركترز انت عايزه، لكن السيرش انجن مش هيظهر غير 160 كاركترز بس، بعد كده هيحط دوتس لو كان الديسكريبشن تاج في لينس اكتر من 160 كاركتر. تالت حاجه لازم تعمل افويد ان انت تعمل دوبليكيت لايه للميتا ديسكريبشن. زي ما قلنا في التايتل تاج لازم تعامل كل صفحه على انها ويب سايت كامل، انت بتعمل سيو اون بيج مش سيو اون ويب سايت. لازم الناس تفرق بين الاثنين، زي ما قلنا ان كل صفحه تعملها على حده ليها تاج ليها تايتل معين وليها ديسكريبشن معين، لان المحتوى بتاعهم المفروض ان هو بيكون مختلف، فالديسكريبشن كده كده مختلف ما بين كل صفحه والتانيه. فما تحاولش ان انت تدوبليكيت اي ميتا ديسكريبشن تاج حتى لو كانوا فيهم محتوى متشابه، حاول ان انت تغير في الديسكريبشن تاج وتستخدم البرايمري كيوردز في الصفحه دي. تمام، نروح بقى للميتا تاج سيو استراتيجي. تعمل ايه في الميتا تاج؟ اول حاجه الميتا كيوردز. الميتا تاج عموما فيها كذا حاجه، كيوردز وكاركتر سيت وديسكريبشن والكلام ده كله. اللي احنا مخصصين فيه كفاكتور هو الميتا ديسكريبشن. ليه؟ لان هو اللي بيظهر فين في السيرو. الميتا كيوردز زمان كان الميتا تاج عموما موجوده كفاكتور من ضمن السيو، ولكن معظم السيرش انجن عملت ديسيبل للميتا تاج ان هو يكون فاكتور فين في السيو. لكن الحاجه الوحيده اللي لسه مهمه في الميتا تاج اللي هي الميتا ديسكريبشن، لانها بتظهر فين في السيرو. اما الميتا كيوردز دلوقتي هي ليها تاثير عكسي. ليه؟ لان انت كده بتدي للمنافس بتاعك، بتدي له الكلمات اللي انت بتعملها تارجتنج داخل الصفحه دي على طبق من ذهب زي ما بيقولوا. اي حد هيشوف السورس بيج بتاعه الصفحه بتاعتك هيشوف الميتا كيوردز انت محدد له ايه هي الكيوردز اللي انت عامل لها التارجتنج فين في الصفحه دي. تمام، فبالنسبه للمنافسين دي حاجه مهمه جدا، وبالنسبه لك انت هتبقى حاجه سلبيه جدا على السيو بتاعك. تاني حاجه تستخدم الاكشن اورينتد. الاكشن اورينتد لانجويج هي الفكره ان انت تخلي اليوزر عنده الشغف ان هو يكمل ويخش بقيه الصفحه ويشوف المحتوى بتاعها. تمام، زي مثلا لما اشوف في الاخبار اي صفحه اخبار اي بوست على الفيسبوك من صفحات الاخبار، تلاقي ان هو ما بيديكش الخبر كامل، لا لازم يديك حاجه جرات مصغره جدا بحيث ان انت تكون عندك الشغف ان انت تخش وتكمل وتقرا بقيه الخبر دوت. تحاول تستخدم الاكشن اورينتد بحيث ان انت تخلي اليوزر عايز يخش الصفحه بتاعتك ويكمل ويقرا بقيه المحتوى. ان انت مثلا تجاوب على سؤال ما تجاوبش الاجابه كامله، انت توصف الاجابه نفسها وفي نفس الوقت ما تديش الاجابه مختصره فين في الديسكريبشن، لان في ناس فاهمه ان الميتا ديسكريبشن هو وصف الصفحه فبتقول مثلا الخلاصه بتاعت الموضوع. ولكن لا، استخدم الاكشن اورينتد، انت توصف الصفحه بطريقه بس في نفس الوقت ما تديش معلومه كامله في الوصف عشان تخلي اليوزر لازم يخش الصفحه بتاعتك. تمام، تالت حاجه ما تستخدمش الكوتيشنز. السيرش انجن بيعمل كات اوف لاي ديسكريبشن اول ما يلاقي الكوتيشن ده سنجل كوتيشن او دبل كوتيشن. تمام، يعني مثلا انت عملت اللينس بتاع الديسكريبشن بتاعك 155 كاركتر، باي كروت مثلا حطيت بعد اول 100 كاركتر حطيت كوتيشن، يبقى الديسكريبشن هيظهر ايه؟ مش هيظهر 155، لا هيظهر لاول كوتيشن موجوده. فحاول ان انت ما تستخدمش الكوتيشن تماما وتخليه ريليفنت لمحتوى الصفحه، وفي نفس الوقت تتجنب الكيورد استفل. تمام،
تعالوا نشوف بقى السيرب سيميوليتور اللي احنا اتكلمنا عليه في التايتل تاج، وشوفنا ان هو ده اللي بيعمل لك سيميوليتور لايه للسيرب بتاعتك. ده مثلا الديسكريبشن بتاع الويب سايت، مكتوب ان هو 156 كاركتر بس، تمام، بتاع ان هو ظاهر يعني لو شلنا مثلا ده، تمام. ده مثلا الديسكريبشن عندك، ده التايتل، تمام، وده الويب سايت، ده اليو ار ال، وده الايه الديسكريبشن ان هو لحد 156. لو كتبت اي حاجه تاني هتلاقي ان هو ايه عمل لك دوتس. ليه؟ لان هو بيجيب لاول 160 بس، بعد كده هوت ما بيعملش حاجه تاني، تمام. فالمفروض ان انت تاخد بالك جدا من الديسكريبشن تاج يكون اللينس بتاعه اوبتيمال عشان خاطر يظهر كل الديسكريبشن تاج داخل السيرش ريزلت، تمام. كده احنا خلصنا الفاكتور ده، فاكتور بسيط جدا ولذيذ يعني، وقلنا ان انت ما تحاولش تستخدم الميتا كيورد، ولو كانت بتستخدمها حاول انت تشيلها لانها كده كده ملهاش لازمه، بالعكس دي بتضرك في السيو لانها بتفيد المنافسين في معرفه الكيوردز اللي انت بتعملها تارجتنج داخل الصفحه دي، تمام. كده احنا خلصنا الفاكتور دوت، وهي اسئله واستفسارات وتعليقات انا موجود على السوشيال ميديا. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.